هاد الحادثة اللي وقعت لأنه ولد خويا كان مريح في الدار مع ديك الشيء جوية 8 ما عليه ما بيه مشى كنشرب شي قهوة مع الدراري صحابو مريح مع صحابو عيط لواحد الأخ صديق ديالو قال لي سي محمد جي عادي يلا نمشي نعاودو نشرب شي صندالة غاديين بالموتور مشاو للمارشي عندنا في الطريق بغا يشري صندالة ما لقاوش داك الشيء اللي بغاو طالعين بحالهم تلقاو لهم أخويا شي ستة الناس بقاو هو قال لهم زاهية هما نقزوا ودا يضربوا فيه هذا ما هذا ولد خويا طاح لي الموطور ديك الهزه اللي بغى يهزو نزل عليه جا واحد من اللور جبد نزل عليه العنقنا شرق لي كاع عنقو شرقوا لي غادي السيد في الطريق وفات المنية داو المستشفى ديال منصور ما قبلوش قالوا لي حالة خطيرة دينا الميليس قومات حيطوا لينا قال لنا غادا بقى في داك العرق بحال شي كمش من جد بحال بقاتي هذا غادي في الطريق تقالين الله يرحمه مسكين جاوه من التمين قاينين فيهم شي 4 من التمين وجوج معروفين تعرفوا والامن دار الاجراءات ديالو قال لك راه صيفطنا مشاو جابوا شي وحدين تيديروا معاهم تحقيق الاخرين مشاو لهم ديورهم ما لقاوهمش لقاو غير خوالهم وقال لك احنا دايرين التحقيق ديالنا وهذا الشيء اللي كاين اخويا كما كاين ما عنده حتى علاقه لا مع عائلته لا والو السيد الدري ما خدامش البارح مسكين مع العطله ديال العيد الكبير خرج مشى للقهوه هذا ما كاين لا احتفال ما في خبار والو هو ما مسوق حتى حاجه ما عندوش مع هذا الشيء الدري راه زويون ونقي ماشي ديال هذا الشيء عزيز عليه الرجاء يتفرج في القهوه الرجاء يتفرج في الدار ولكن باش يمشي للتيران ولا الالترا ولا داك الشيء ما عندوش مع هذا الشيء بقى فينا الحال بقينا حيت دابا دخلت الفيسبوك لقيت شي قنوات هذا اللي حينوا الالترا مع الرجاء وما عنده حتى شي علاقه لا مع الرجاء لا والو انسان كان مريح قهوه عيط لي طال ما نمشي نشرب قهوه نمشي نجي نشرب صنداله هذا الشيء اللي كاين ما كان لا محتفل لا والو الانسان اللي محتفل غادي يلبس توني ولا هذا ولا هذا هو لابس حوايج عاديين وغادي جا تزامنا مع الحجام مع التزامن ملي داز ديك الرومبا كان فيها الاحتفال كان فيها الحيحه وهذا الشيء وكان فوق حدانا كان حتى في جوهره كان حتى الاحتفال وجا داك الشيء شي مع شي تليفونات عرفتي داك الشيء وهذا الشيء اللي كاين بغينا ياخذوني الحق ديالنا الحق ديالنا ما كاين شي قضيه لا مسكين مظلوم ولا هذا ولا هذا شوف تكرفصوا عليه داروا لي واحد الضربه راه حشومه دري صغير يلاه بدا يشوف الدنيا يلاه في عمره 25 سنه يلاه هو اللي خدام على امه با يلاه توفى تقريبا دابا شي 5 شهور باش توفى هو اللي خدام على امه مسكين يلاه سهل عليه الله يلاه تلاقيت مع اول البارح سهل عليه الله في واحد الشركه تيقولوا لها ريشبون دخل ليها ومسكين غادي يلاه غادي يعيش معاه والحمد لله رب بغى الله هذا الشيء اللي كاين الا لله الحمد لله ما مشى معكم باس خويا بارك الله فيكم